تغلب فريق وحدة عدن على نظيره أهل تعز بهدف دون رد في المباراة الودية التي جمعت الفريقين على ملعب شهداء نادي الوحدة في الشيخ عثمان بعدن. هدف المباراة الوحيد للوحدة جاء في الشوط الأول عن طريق اللاعب سعدون المحوري، ويجري أهل تعز معسكرا إعداديا في العاصمة المؤقتة عدن يخوض فيه عددا من المباريات الودية مع أندية المحافظة. نزلنا إلى محافظة عدن من أجل عمل مباراة تجريبية وتغيير الأجواء بسبب تأجيل الدوري، تأجيلات الدوري أثرت على اللاعبين وأصبح ودخل في قلوبهم الملل، وحبينا نلعب مع فرق بالتدريج. لعبنا مع نصر عدن وبعده مع وحدة عدن وإن شاء الله مع التلال، وإن شاء الله نخرج بالفائدة المرجوة منها ظهور لاعبين ورفضهم بالفريق الأول، ومنها تجهيز الفريق للتصفيات، وناشد الاتحاد العام إنه يسرع بالبطولة، لأنه الأندية تكلفت مبالغ بجلب المحترفين، إعداد الفريق ورواتب وأشياء من هذه، لذلك ناشدهم بسرعة إقامة الدوري وتحديد موعد مؤكد.